جمال ورويدة. إذن مشاهدين، حالة استنفار في ما يبدو أنه استعداد لتصعيد عسكري لحسم ربما معركة طرابلس، يوازيه توتر على أكثر من جهة، سواء على الجهة التركية المصرية أو حتى على الجهة التركية الروسية. ولكن هناك لقاء مرتقب في الأسابيع المقبلة لأردوغان وبوتين، ربما يضع هذا التوتر في سياق تعاون. في للخبر بقية. أهلا بكم. تتواصل المعارك جنوب العاصمة الليبية طرابلس مع التحاق عدد من المدن بإعلان مصراتة نفيرة لصد هجوم خليفة حفتر على العاصمة. سياسيا، دخل الكرملين على خط الأزمة بإعلانه أن بوتين وأردوغان سيناقشان خطط أنقرة لتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا. أما مصر فأكد رئيسها عبد الفتاح السيسي أنه لا يسمح لأحد بفرض السيطرة والنفوذ على الجارة الليبية. فأي ترجمة لتضارب المواقف الإقليمية هذه في الميدان الليبي؟ وهل يعطل اتساع رقعة القتال عجلة الجهود الدبلوماسية التي تصب كل أمالها على مؤتمر برلين المرتقب؟ لا تخشى طرابلس سواد الليل، لا يخيفها صوت الرصاص وقد ألفت أزيزه. لم يهدأ منذ ثورتها على القذافي، لكن هذه المرة المعركة مختلفة، مخيفة يخشاها غسان سلامة. يحذر المبعوث الأممي من حمام دم يخضب أوراق السلام، يبعثرها من يده، بينما الجيران والكبار في هذا العالم منقسمون بين متورط ومتفرج. إلى معركة طرابلس المخيفة تتجه الأنظار، تسير إليها الحشود والأرتال. حالة النفير توا، نفير في الليل والنهار يتقاطرون من مصراتة وزليتن وجنزور ومسلاتة لخوض معركة الحسم، هكذا تسميها حكومة الوفاق، لدحر الهجوم الأخير كما يسميه حفتر. على جسر الزهراء جنوب طرابلس يبدأ الكر والفر، اشتباكات تنذر بمعركة أوسع. الحرب في ليبيا تبدو بين الليبيين، وهي ليست كذلك حصرا، يساقون إلى معركة يتحمس لها السيسي في مصر أكثر من حليفه الجنرال المتقاعد، وقد بات يتهم حكومة الوفاق في طرابلس صراحة بأنها إرهابية ولن يسمح لها بإقامة دولة هناك. موقف عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية قبل ذلك، وردت عليه الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوفاق ووصفته بالمراهقة السياسية. حفتر يدعمه السيسي علنا وآخرون سرا، بينهم موسكو التي تنحاز إلى مبادرة السلام الألمانية وتغذي حرب حفتر في الخفاء كما تتهمها حكومة الوفاق. أما إيطاليا التائهة بين بنغازي وطرابلس فعينها على فرنسا المنافس الجديد في مستعمرتها السابقة. وزير الخارجية الإيطالي هنا في محاولة لتهدئة الخواطر قبل أن تنفجر معركة طرابلس في وجه الجميع. معركة الحسم، يجهز الليبيون العدة لمعركتهم التي قد لا تكون الأخيرة، معركة أشعل فتيلها غاز البحر المتوسط. أنقرة تستعجل تنفيذ اتفاقها البحري مع حكومة السراج، هذه أول طائرة تركية مسيرة تصل إلى شمال قبرص لمسح مكامن الغاز في بحر هدوءه خادع وفي قعره تختمر النوايا والأطماع، تتصارع وقد تنفجر في معركة طرابلس. ينضم إلينا من طرابلس صلاح البكوش، المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، ومن موسكو إلينا سبونينا، مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في موسكو، ومن أنقرة مراد يشلتاش، مدير الدراسات الأمنية في مؤسسة ستة. أهلا بكم. أبدأ معك سيد البكوش، 7 أشهر أو أكثر ربما على معركة طرابلس ولم تحسم، الآن يبدو أن هناك حالة استنفار وتصعيد لحسم عسكري، ولكن في الأسباب، هل فقط الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق هو ما استعجل حالة التصعيد هذه، أم أن هناك أسباب أخرى؟
الاتفاق التركي الليبي عامل مهم، ولكنه أعتقد مجرد دفع بالعجلة إلى الأمام. العجلة كانت مستمرة، الحرب مستمرة. هدف حفتر من دخوله إلى الساحة السياسية العسكرية في ليبيا معروف منذ البداية، منذ قدومه من فيرجينيا بالولايات المتحدة إلى ليبيا في 2011، وهو عينيه على الجائزة الكبرى وهي طرابلس وتأسيس جمهورية ضباط أخرى في ليبيا. هذا معروف وليس غائب عن أحد. ما حدث الاتفاقية التركية الليبية أدت بحفتر إلى التفكير بأنه لابد أن يحسم الأمر قبل أن تتطور هذه العلاقة الجديدة بين ليبيا وتركيا، ولذلك أعتقد أنه استعجل بهذه العملية، أطلق من قبل عملية. هل فقط الجنرال حفتر من يريد أن يحسم هذه المعركة الآن؟ يعني أيضا هل برأيك مصر تريد أن تحسم هذه المعركة لأسباب عدة، منها موضوع مؤتمر برلين التي يبدو أنها تريد أن تدعم الجهود الألمانية فيه، ولكن وفق شروط ربما حسم معركة طرابلس يعزز ذلك؟ لا، مصر والإمارات وفرنسا وروسيا يريدون من حفتر أن يحسم معركة طرابلس، وبالتالي يصبح برلين غير ذي جدوى ولا معنى له ولا محل له من الإعراب. بالطبع مؤتمر برلين يعني توصلوا إلى بعض التوافقات، ولكن الاتفاق الليبي التركي أيضا دفع العجلة إلى الأمام وجعل من المهم جدا لحفتر أن يحقق نصرا في طرابلس بعد هذا الحرب التي دامت 17 بدون تحقيق أي تقدم يذكر، ولهذا نجد هذا التصعيد الآن في الموقف العسكري على الأرض. طيب سيد يشلتاش، ما الذي تخوضه فعلا أنقرة اليوم في ليبيا، وماذا يعني أنه بعد كل النبرة العالية التي تزامنت ولحقت الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق واللقاءات المتعمدة والمتكررة مع فايز السراج، أن بعد كل هذا يذهب أو سيذهب أردوغان إلى موسكو ليضع خطته في عهدة الرئيس الروسي، ليضع الرئيس الروسي الخطوط الحمراء ربما أو الاستراتيجية الروسية؟ تركيا تلعب دورا هاما جدا في ليبيا من ناحية التأثير على الأجزاء المختلفة من العملية بشأن هذا النزاع الليبي، ولكن الأمر لا يتعلق بشكل مباشر بشأن سياسة تركيا تجاه ليبيا. في البداية تركيا ومصالحها الجيوسياسية في شرق البحر المتوسط هو جزء هام أو عامل هام جدا في هذا الأمر. هناك بالفعل تحالف مضاد لتركيا في شرق البحر المتوسط بشأن الغاز، وبالتالي فأعتقد أن هذا هو رد الفعل التركي ضد هذا التحالف الجديد ضدها. والأمر يتعلق بالنفط. نعم بالطبع هناك جزء من السياسة التركية تخص الصراع الليبي، لأن الصراع الليبي ليس فقط صراع ما بين أطراف محليين، ولكن هناك أيضا صراع بشأن المنافسة الجيوسياسية العالمية في الحقيقة. فنحن نرى هنا التدخل المصري وتدخل الإمارات في ليبيا وسياساتهم التي تدعم خليفة حفتر، والسبب أن تركيا تدخلت في هذا الصراع هو بسبب هذا التدخل لبعض الدول الأخرى. فأعتقد أن تركيا
تركيا تحاول أن تحقق هذا التوازن ما بين كل العناصر المختلفة الفاعلة في المنطقة. إذا أنقرة مقابل أن تفك سيد يشلتاش مقابل أن تفك أنقرة عزلتها المفروضة يعني مقابل الدول التي شكلت منتدى المتوسط لهذه الموارد الموجودة الآن، هي مستعدة أن يعني تغير من موقفها الداعم لحكومة الوفاق وأن تضع يدها بيد موسكو الداعمة للجنرال حفتر؟ لا أعتقد أن تركيا سوف تكون جزءا من السياسة أو الاستراتيجية الروسية في ليبيا. أعتقد أن الحفاظ على الحكومة حكومة الوفاق الليبية وهي الحكومة الشرعية المعترف بها، أعتقد أن هذا هو الأمر الأهم بالنسبة لتركيا والمصالح التركية ليس فقط في ليبيا ولكن أيضا في منطقة شرق البحر المتوسط ومنطقة البحر المتوسط بشكل كامل فيما يخص المنافسة الجيوسياسية. الرئيس أردوغان يحاول أن يحصل إلى بعض الحلول عن طريق التفاوض مع روسيا، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تركيا سوف تغير من موقفها وتتخلى عن الحكومة الشرعية وتدعم خليفة حفتر. هذا أمر غير ممكن، لأننا عندما ننظر إلى التفاصيل بشأن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه ما بين تركيا وليبيا، أعتقد أن هناك دعم عسكري أيضا لصد خليفة حفتر. طيب سيدة سبونينا، إذا يعني وكأنما يقول السيد يشلتاش أنه احتمال تكون العلاقة بين أنقرة وموسكو في الموضوع الليبي مشابهة لحالة التطبيع التي أصبحت عليه في سوريا، ولكن فعليا ما هو موقف موسكو الآن؟ هل هي يعني داعمة كما هو واضح للجنرال حفتر فقط، أم هي مستعدة لأن تغير من هذه التكتيكات طالما أن تهد يعني في النهاية مهما غيرت من تكتيكات الاستراتيجية الروسية هي نفسها لناحية ملء الفراغ الأمريكي في أي منطقة نفوذ، لناحية تأمين أوراق ضغط على الجانب الأوروبي وأيضا تأمين منافذ على أفريقيا، فبالتالي يمكن أن يتغير كل هذا؟ لا، أنا متأكدة أن روسيا حتستمر في علاقاتها الإيجابية مع جميع القوى في ليبيا. موقف روسيا هون هو شبيه بموقف روسيا تجاه المنطقة كلها، ونفس الشيء شأن الملف السوري. روسيا لديها علاقة مع الجميع. هل تطور الأحداث في ليبيا ممكن أن يغير من هذا الشيء؟ لا أشك في ذلك. روسيا لديها العلاقة ليس فقط بخليفة خفتر ولكن أيضا بحكومة سراج وحتى بالأهل في ميسوراتا وحتى بسيف الدين بسيف القذافي وسيف الإسلام، وهذا يعني حتى أنه مع ممثلي الحكومة السابقة. فسيف الإسلام عنده اتصالات ببعض الروس بشكل مستمر، فروسيا تريد أن تلعب على كل الأوتار في ليبيا. فهنا ممكن لماذا بعد التصريحات للرئيس أردوغان كانت مزعجة؟ لأنه هناك كانت مبالغة غير موضوعية في تقييم علاقة روسيا بالجنرال خليفة خفتر. فهذه المبالغة هي مزعجة لأنه تعطي فكرة غير صحيحة عن دور روسيا في ليبيا وحواليها. هل هي فعلا فكرة غير صحيحة؟ يعني هناك الكثير من التقارير وحتى غسان سليم نفسه عبر عن انزعاجه من تدخل روسي يعني بشكل فاضح قد يوصف، يعني متدخل بطريقة معاقلة لكل الجهود السلمية. هذه ألطف طريقة يمكن ربما وصف يعني والله أنا
أنا بعض الأحيان أسمع مثل هذه المواقف حتى من قبل أمريكان، هم أيضا يحاولوا أن يروجوا هذه الفكرة، وبرأيي هي غير صحيحة. من المستحيل على روسيا أن تتعمق في الأزمة الليبية بمثابة تعمقها في سوريا، وجودها في سوريا، هذا شبه مستحيل. روسيا ليست لديها مثل هذه الإمكانيات، وأكثر من ذلك روسيا ليست لديها الرغبة بذلك. طيب سيد البكوش، يعني هناك من يرى بأن حكومة الوفاق بإعطائها ربما هذا التصريح الواسع الكارت بلانش لتركيا أغضبت أطراف دولية أخرى بما كان ما هي داعمة له، يعني أغضبت واشنطن، أغضبت الأوروبيين. لماذا تتحمل هذه الكلفة حكومة الوفاق؟ يعني ألم تدرس خيارات أخرى؟ لو سمحت بس أريد أن أعلق على ما قاله ضيفك عن روسيا. ضيفتي تفضل. روسيا دعمت خليفة حفتر سياسيا باستخدام الفيتو داخل مجلس الأمن ضد قرار للتنديد بهجوم حفتر على طرابلس في 4 أبريل. روسيا دعمت حفتر اقتصاديا بطباعة عملة مزيفة في روسيا، عملة لم تقرها الحكومة الشرعية التي تعترف بها موسكو. عسكريا موسكو تدعم حفتر بمرتزقة فريق واغنر، وهو ما يوفر لموسكو مساحة لاستخدام سياسة الإنكار. طيب تمام، ليس هناك جيوش نظامية، وهذه عبارة عن شركة أمنية أي واحد يقدر. طيب وهذا يعني متابع، وهذا ما كنت يعني أشير إليه بشكل غير مباشر في سؤالي للسيدة سبونينا، وهي يعني ردت عليه. إذا وجهة نظرك واضحة، هناك تدخل روسي في أكثر من شكل، هذا ما ترد عليه على سيدة سبونينا، ولكن يعني لنعلق على موضوع حكومة الوفاق. لنعلق على ثاني، حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية التي تعترف بها جميع الأطراف بما فيها روسيا والإمارات والسعودية وفرنسا ومصر. واشنطن لم تتخذ أي موقف من الاتفاق الليبي التركي. بريطانيا لم تتخذ أي موقف من الاتفاق التركي الليبي. عندما وقعت الولايات المتحدة وحكومة الوفاق اتفاقيات أو مذكرات تفاهم حول التعاون الأمني، لم يتحدث أحد. عندما وقعت إيطاليا مذكرات تفاهم حول التعامل مع الهجرة غير الشرعية، ودمايو قال منذ أيام بأنه يأمل في تجديد هذا الاتفاق، لم يتحدث أحد. الآن حكومة الوفاق الشرعية تحت التهديد من عناصر تحاول إسقاط هذه الحكومة التي يعترف بها، يعني مصر تعترف بحكومة الوفاق وتؤيد حفتر الذي يريد إسقاطها. طيب ولكن سيد البكوش، كل الأطراف المعنية اليوم في الشأن الليبي كلها أبدت اعتراضاتها، وتحديدا الدول المعنية ب يعني حوض شرق المتوسط، المعنية بالموارد الموجودة فيها، المعنية بالغاز، أبدت اعتراضها على هذا الاتفاق التركي الليبي، وهنا مقصدي فلتعترض حكومة الوفاق تحت تهديد عسكري على بعد 40 كيلومتر من العاصمة. إذا هل يبرر، يقول البعض سيد البكوش، هل يبرر ذلك أن هل يبرر سؤالي أن تعطي كل هذا الحق لتركيا، يعني تقايد فك عزلة تركيا في هذا المجال، في موضوع الغاز وفي موضوع حوض البحر المتوسط، مقابل تعزيز أطماع ليبية؟ هذا ما يقوله البعض، هذا سؤال مشروع سيد البكوش. هذا ما يقوله البعض، ما يقوله البعض، يعني آراء كثيرة معنية بالشكل. الجميع عنده خطاب. نعم شوفي، عندما هجم حفتر على طرابلس موقع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بينما الأمين العام في المدينة يحضر لاجتماع دعمه المجتمع الدولي كله على بعد 10 أيام، لم يستطع هذا المجتمع الدولي والدول الأوروبية أن تخرج بقرار بالتنديد بهذا الهجوم.
الآن الحكومة الليبية عندما توقع هذا الاتفاق، هذا الاتفاق بين ليبيا طيب. وتركيا سوف يذهب إلى مفاوضات. هذا الاتفاق عمليا في النهاية فائدته أنه سيحضر جميع الأطراف في شرق المتوسط إلى طاولة المفاوضات، لأن مصر حددت منطقتها الاقتصادية الحصرية لوحدها دون أن تتشاور مع ليبيا طبعا. واتفقت مع اليونان وقبرص دون أن تتشاور مع ليبيا طيب. أو تركيا. إذن هذا حكما يعزز موقف ليبيا وموقف حكومة الوفاق. جيد سيد يشلتاش، أنقرة ما هي فعلا يعني مذكرتي التفاهم سواء فيما يتعلق بترسيم الحدود أم التفاهم على الموضوع الأمني والعسكري لازالت في إطار الخطوط العريضة مع بعض التفاصيل، ولكن حقيقة وعمليا ما هي حدود التنسيق العسكري والدعم العسكري والأمني الذي يمكن أن تقدمه أنقرة في إطار التنسيق الروسي بين مزدوجين، لأن هذا يعني التنسيق ربما يكون مرتقبا وليس واقعا بطبيعة الحال الآن؟ نعم، عندما ننظر إلى مذكرات التفاهم هناك طرق مختلفة لمساعدة ليبيا لصد هجوم خليفة حفتر وأيضا للبقاء على سلطة حكومة الوفاق الليبية. يمكننا أن ننظر أولا إلى الاتفاق العسكري، سوف يكون هناك بعض الدعم العسكري والتبادل العسكري مع ليبيا والقوات العسكرية الليبية مرة أخرى لصد هجوم خليفة حفتر. والجزء الثاني وهو الأمر الهام أيضا، وأعتقد أنه سوف ييسر ويسهل الدفاع عن طرابلس، وهو الدعم التقني العسكري المباشر. وبالتالي يمكننا أن نقول أن نظم الدفاع الجوية سوف تكون هامة جدا للدفاع عن طرابلس ضد هجوم خليفة حفتر، وأعتقد أن تركيا يمكنها أن تساعد بشكل كبير جدا في هذا الأمر. والنقطة الثالثة هي أن هناك إمكانية أيضا أنه قد تطلب الحكومة الليبية أيضا بنشر بعض القوات التركية في ليبيا، وقد تفعل ذلك تركيا، بعض القوات الخاصة في ليبيا للدفاع عن طرابلس. وبالتالي فتنفيذ مذكرات التفاهم تعتمد في الحقيقة على كل طلبات أو على الطلبات التي سوف تقدمها حكومة الوفاق الليبية. على الجانب الآخر هناك أيضا علاقة قوية جدا واتفاق ما بين تركيا وبين موسكو بشأن سوريا، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن روسيا وتركيا سوف يتناقشوا بتفاصيل أكثر موضوع ليبيا، لأنهم في الحقيقة يحاربون أطراف مختلفة. روسيا فعل بالفعل في ليبيا ليس باستخدام قوات نظامية، ولكن باستخدام شركات خاصة، شركات عسكرية خاصة مثل واغنر. نعم، وهذا ما أشار إليه سيد البكوش أيضا. نعم، هي فعالة بالفعل في ليبيا، ولكن تركيا ليست فعالة في ليبيا حتى الآن. ولكن بالطبع تركيا ترغب في الحصول أو الوصول إلى حل باستخدام الجهود الدبلوماسية أيضا، وأعتقد أن روسيا هي شريك هام في هذا الأمر. ولكن الموضوع لا يخص روسيا في الحقيقة، روسيا ليست اللاعب الوحيد في ليبيا، لابد أن ننظر إلى اللاعبين المحليين أيضا. وهو هذا يعني ما تقوله يشابه سياسة أنقرة دائما يعني الذهاب إلى موسكو كلما شعرت أنها بعيدة عن واشنطن أو عن أطراف إقليمية ودولية أخرى. سيدة سوبونينا، ما الذي تخشاه حقيقة موسكو في يعني بنتيجة الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق، تحديدا فيما يتعلق بحق التنقيب عن الغاز في حوض المتوسط، علما أن هناك اتفاقيات كثيرة بين موسكو وأنقرة لجهة يعني التبادل ويعني التصدير والتوريد بما يتعلق بالموارد هذه؟
والله أنا أمس رجعت من دوحة، حيث التقيت ببعض أعضاء الوفد التركي وسمعت من عندهم نفس التأكيد أن تباينات في وجهات النظر ما بين أنقرة وموسكو حول موضوع ليبيا هي لن تؤثر سلبيا على التعاون التركي الروسي في شأن سوريا. فبالنسبة لروسيا هذا مهم جدا، وبالنسبة للملف الليبي فأنا متأكد أن الاتصالات ما بين البلدين ممكن أن تسمح لها أن تجد قواسم مشتركة. هذه التباينات في وجهة النظر ليست كبيرة. بالنسبة لحقول الغاز فموقف روسيا واضح جدا، أنه من المستحيل أن نضمن الاستقرار في المتوسط بدون الاتفاق الشامل ما بين جميع اللاعبين هناك. فأي اتفاقيات ثنائية ما وافقت عليها أطراف تانية فهي بالمضمون ممكن أن تكون ملغومة، لأنه ممكن أن تؤدينا ل خلافات جديدة في المستقبل القريب. يعني فروسيا هل موسكو أعتقد تطرح أنه علينا نفسها أن نتجنب سيدة هذا الشيء سبونينا، بكل البساطة. هل موسكو تطرح نفسها الآن يعني كوسيط أو راع لتذليل العقبات والخلافات فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز بين هذه الدول المعنية؟ يعني كانت حاولت أنقرة أن تباشر التنقيب واعترض عليها الأوروبيون تحديدا، وهنا ربما يكون مدخل لموسكو. نعم بالضبط، روسيا معنية وروسيا تستطيع أن تتوسط، ولكن مثل ما هي ملفات أخرى روسيا تفهم أنها لا تستطيع أن تفعل هذا الشيء لوحدها. فروسيا لا تريد أن تأخذ على عاتقها هذا الدور بشكل كامل، ونفس الشيء بالنسبة لليبيا. روسيا تفهم تماما أنه الخلافات ما بين خفتر وسراج والآخرين هي أيضا خلافات في المنطقة، وروسيا علاقتها جيدة مع الجميع هناك، طيب. مع الإمارات والسعودية، مع قطر وتركيا، وروسيا تريد أن تستمر في هذا الطريق. سريعا سيد البكوش، هل يعني تعتقد أن معركة طرابلس الآن أمام منعطف؟ أنا لا أعتقد أن ستكون هناك أي تطورات عسكرية كبيرة قبل مؤتمر برلين. أعتقد أن الغريب في الأمر هو أن هذه الاتفاقية وقعت يوم 28 نوفمبر وحدث ضجيج كبير حولها، ولكن الدبلوماسيين الذين حضروا المؤتمر التمهيدي الذي عقد في برلين يوم 10 من هذا الشهر أتوا بأخبار أن كانت المحادثات سلسة جدا بطريقة غريبة، كان هناك توافق كبير، لم يكن هناك هرج ومرج سببته الاتفاقية. أعتقد أن هذه الضجة الآن سوف تزول، ولكن أنا أعتقد أن روسيا ليست مهتمة كثيرا بليبيا، وهي مستعدة لعقد صفقة، لأن روسيا تعرف كما ذكر ضيفك أن سوريا وتركيا استثنيا من هذه الاتفاقيات حول الشرق المتوسط، كما أن تركيا تمثل اختراق كبير لروسيا طيب. في حلف الناتو، أن نعم. تزود ثاني أكبر جيش في الناتو بصواريخ. لا أعتقد أن روسيا مستعدة لخسارة ذلك. طيب، وضحت من أجل هذه النقطة، بمعنى أن الاتفاق حفتر مع تركيا يفيد حكومة الوفاق أكثر مما يضرها. شكرا جزيلا لك صلاح البكوش، المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، كنت معنا من طرابلس. وأيضا أشكر السيدة إلينا سوبونينا، مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في موسكو، من موسكو، ومن أنقرة مرادي شلتاش، مديرة دراسات الأمنية في مؤسسة سيتا. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.